اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الفكر الاقتصادي الكلاسيكي، هنتكلم عن نفس المتغيرات اللي هي سوق العمل وسعر الفايدة، ولكن في الفكر الاقتصادي الكينزي. سوق العمل في النظرية الكينزية مختلف شوية، لأن الكلاسيك كانوا بيقولوا إن البطالة هي مسؤولية العمال وعليهم إن هم يقبلوا انخفاض الأجور، ولكن في الواقع ده ما بيحصلش، والعلاج ما بيبقاش فكرة خفض الأجور. فكينز رأى إن العلاج هو زيادة الطلب، لأن نقابات العمال هترفض تخفيض الأجور. لو جينا نشوف سوق العمل عند كينز، هنلاقي إن منحنى عرض العمل متقسم 3 مناطق: منطقة البطالة، أو منطقة بيرغب فيها العامل في العمل من أول ميم إلى عين واحد وما بيطلبش ارتفاع في الأجر، وأي زيادة في الطلب في هذه المنطقة لا تؤدي لارتفاع الأجر ولكن يزيد مستوى التوظيف. لو بدأنا من الحد الأدنى للتوظف عند عين واحد، لما يبتدي يزيد الطلب بعد عين واحد هيزيد عدد العمال وهيزيد الأجر النقدي. وهنا في ملاحظة مهمة، إن كينز بيركز على الأجر النقدي إنما الكلاسيك بيركزوا على الأجر الحقيقي. منطقة التوظف الكامل بتبدأ من عين واحد حتى عين اتنين. زيادة الطلب بعد عين اتنين ستؤدي إلى ارتفاع الأجر النقدي فقط دون زيادة التوظف، لأننا وصلنا للحد الأقصى. لما نيجي نشوف سعر الفايدة في النظرية الكينزية، احنا بنقول ان الكلاسيك كانوا بيقولوا ان سعر الفايدة بيتحدد لما الادخار يساوي الاستثمار. كينز قال لك سعر الفايدة هو العائد مقابل التخلي عن السيولة، وان اللي بيحدد سعر الفايدة هو عرض وطلب النقود. لو جينا نشوف الطلب على النقود، هو شايف ان له 3 دوافع او 3 اغراض. أول حاجة الطلب على النقود بغرض المعاملات. المقصود بالمعاملات اللي هي المعاملات العادية اليومية، إنفاق المأكل، الملبس، المسكن إلى آخره. الطلب على النقود بدافع الاحتياط. الظروف غير المتوقعة مثل المرض والشيخوخة، إحنا بنحوش وبنحتفظ بالفلوس علشان الظروف غير المتوقعة. الاتنين دول ليهم علاقة مع الدخل. بمعنى إن كلما زاد الدخل زاد الطلب على النقود لأغراض المعاملات والاحتياط. النوع الثالث من الطلب على النقود هو الطلب بغرض المضاربة. المضاربة المقصود بها شراء وبيع الأوراق المالية. وكينز شايف إن العلاقة بين الطلب على النقود بغرض المضاربة وسعر الفايدة علاقة عكسية، بمعنى كلما ارتفع سعر الفايدة ينخفض الطلب على النقود والعكس صحيح. زي ما هو واضح من الشكل ان انخفاض سعر الفايدة من فيه 1 الى فيه 2 ادى الى زيادة الطلب على النقود بغرض المضاربة. بالنسبة للمحدد الثاني لتحديد سعر الفايدة وهو عرض النقود، كينز شايف انه بيتحدد من قبل البنك المركزي، وشايف ان العرض بيبقى ثابت زي ما هو واضح في الشكل اللي قدام. التوازن في السوق أو تحديد سعر الفايدة التوازني لما بيتقاطع عرض النقود مع طلب النقود. بالتأكيد أي تغيرات في الطلب أو أي تغيرات في العرض بتأثر على سعر الفايدة، بمعنى انتقال الطلب أعلى أعلى بيرفع سعر الفايدة، انتقال الطلب لأسفل بيخفض سعر الفايدة، زيادة عرض النقود بيخفض سعر الفايدة، تخفيض عرض النقود بيزود سعر الفايدة.
بالنسبة للسياسة المالية في الفكر الكينزي، كينز رأى ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، بمعنى إن في الكساد بيتم اتباع سياسة مالية توسعية، وفي التضخم بيتم اتباع سياسة مالية انكماشية من خلال الإنفاق العام والضرائب. وكنا درسنا قبل كده في محاضرات سابقة إيه المعادلات اللي بستخدمها علشان أدرس أثر الإنفاق العام، أو المعادلات اللي بستخدمها عشان أدرس أثر الضرائب والأثر النهائي على الاقتصاد. وده مطلوب منك إن أنت تراجع المعادلات دي تاني، تحل التمارين تاني اللي إحنا قلناها.